والشأن كل الشأن أن يحبك الله لا أن تحب الله. الشأن أن يحبك الله لا أن تحب الله. وهنا نقف قليلا لنبين ما أسباب نيل محبة الله تعالى. محبة الله تعالى لنيلها أسباب، منها ما ذكر في الآية، وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته. ومن أسباب نيل محبة الله تعالى التقرب إلى الله تعالى بالنوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم بين ثمرة ذلك، قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن أعظم أسباب نيل محبة الله تعالى أن تحرص على التقرب إلى الله تعالى بالنوافل، من صلاة وصيام وزكاة وعمرة وحج، جميع أنواع التطوعات. فإن التقرب إلى الله تعالى بالنوافل سبب لنيل محبة الله عز وجل.